مقالولي كل لمدة أسبوعين، أستخدمها بالفيرست لو بالسكند لو بالثيرد ستيج، يا ريت تكتبولي. أجي على الدراج سيلكشن، شلون أختار؟ أول شي قلنا إحنا لازم نختار من الفيرست لاين أنتي هايبرتنسيف، يعني أنا أختار يا إما أيس إنهيبيتر يا إما كالسيوم شانل بلوكر أو دياريتيك أو أي آر بي اللي هي الأنجيوتنسين ريسبتر بلوكر، هن هذني اللي أختارهم. ما أروح للسكند لاين إلا إذا كانت الفيرست لاين مثل كونترا إنديكيتد، أو إذا كانت أكو فد another underlying condition تحتمني إنه أستخدم السكند لاين. عفوا، شنو مثلا الأندرلاين كونديشن اللي تحتمني إنه أستخدم السكند لاين؟ مثلا شخص عنده هايبرتنشن وعنده بناين بروستاتيك هايبربلاجية، اثنيناتهم أقدر أستخدمها إن بناين بروستاتيك هايبربلاجية يستخدموا لها الألفا بلوكر كعلاج، الألفا بلوكر كعلاج. فالألفا بلوكرز هم خافضة للضغط وهم يعني تروح للألفا ريسبترز الموجودة بالبروستايت وتسبب لي ريلاكسيشن إلها حتى لا تضغط على مجرى اليورين. فأنا بهيج حالة استخدمت السكند لاين، رحت للسكند لاين على مود أضرب العفو عصفورين بحجر، هم أقلل ضغط الدم وبنفس الوقت أعالج البناين بروستاتيك هايبربلاجية وأحسن الأعراض بالنسبة للبيشنز. هذه كونديشن، أكو أندرلاين كونديشن خلتني أروح للسكند لاين. إذا ماكو أندرلاين كونديشن فإحنا اختياراتنا، ولا ماكو كونترا إنديكيشن، اختياراتنا هي من الفيرست لاين. فأكو بيزز أختار من عدها. أول شيء الإفكاسي، طبعا لازم الدراج يكون إفكتيف، يعني لذلك تشوفون أنتو من يروح طبيب باطنية أول شيء يكتب له من فد علاج معين ما فاده ممكن يبدل الهياب علاج آخر، لأن ممكن يعني هذا الشخص ما يشتغل عليه هالعلاج، يدور له تريتمنت ثاني يشتغل عليه. السيفتي قلنا أقل سايد إفكت لازم يكون، وأكو بيشنت ما يتحمل سايد إفكت معين من الدراجز بينما الآخرين يتحملوا. من الكونفينينس تو ذا بيشنت، ممكن لازم يكون هذا العلاج مقنع للبيشنت. وكوست، طبعا الكوست هو النقطة المهمة باختيار العلاج، خصوصا انه هي كرونيك كونديشن وراح تلازم طول حياته وراح يبقى يدفع هالكوست هذا شهريا، او خلينا نقول كل اذا الشريط بي 10 كل 10 ايام هو راح يدفع هالكوست، فلازم يكون الكوست convenience to the patient. عندنا specific patient group must consider when select drug treatment، هاي الكونديشن اللي قلنا عنها. مثلا الديابيتك بيشنت، الديابيتك بيشنت وعنده هايبرتنشن افضل له بالاستخدام ايس انهيبيتر لاسباب انا راح اشرحها بعدين من ادخل بالجروبس مال الدراجز. رينال ديزيزز، مثلا بيشنت عنده فد رينال ديزيز ويا الفيتد بلاد بريشر، هاي ممكن يستخدموا له دياريتك، ممكن يستخدموا له بيتا بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر هو احسن. زين بيشنت عنده اسمه، انا ما كاتبتها هنا، بيشنت عنده اسمه و اليفيتد بلاد بريشر، شنو الجروب المفضل اليه؟ مثلا هو الكالسيوم شانل بلوكر، لان كالسيوم شانل بلوكر راح تروح على المسلز الموجوده اللي هي السموث مسل الموجوده بالريسبيراتوري سيستم وتسبب لها ريلاكسيشن، اضافه للريلاكسيشن اللي راح تسببه بالارتريز للسموث مسل الموجوده بالارتريز، وهذا الريلاكسيشن راح يحسن لنا من اعراض الاسمى. الريس عندنا مهم، مثلا البلاك بيبل ما تتاثر كلش او ما تستجيب للعلاج بالايس انهيبيتر، فيستخدموا لها كالسيوم شانل بلوكر او بيتا بلوكر. البريجننت وومن، بريجننت وومن وعندها هايبرتنشن، الفيرست دراج لها هو الالدوميت الميثيل دوبا، هذا فيرست لاين دراج بالتريتمنت اوف هايبرتنشن، وراها اكو نايفيدبين ممكن استخدم،
البيتا بلوكر ممكن تستخدم يعني هي كاتيجوري سي وذ كوشن يعني. بس احنا الفيرست لاين عندنا الالفا دوب المثل دوب الفا مثل دوب عفوا ما مفضل انه استخدم لها ايس انهبيتر لان هي مشوهه للجنين تيراتوجينيك، فما مفضل انه استخدم ايس انهبيتر للبريجننت وومن. فعندنا هاي كونديشن او سبيشال كونديشن ترشدني الى استخدام او اختيار الدراج المناسب للبيشنت. هنا فد بروتوكول يحدد لي الفيرست لاين، الفيرست لاين مال الدراجز يعني سواء شنو اختار. يعني هسه انا عرفت يمتى اختار الفيرست لاين يمتى اختار السكند لاين. شلون اختار من الفيرست لاين؟ عندي لان فور جروبس، منو اختار من عندهم؟ اختار ايس انهبيتر، لو كالسيوم شانل بلوكر، لو دايريتك، لو بيتا بلوكر. اول شيء البيتا بلوكر بطل يكون فيرست لاين، يعني هسه اكثر شيء الفيرست لاين هن ثلاثه، كالسيوم شانل بلوكر، ايس انهبيتر، اند دايريتك، هذني الفيرست لاين. البيتا بلوكر بطل يكون عندنا سكند لاين، العفو فيرست لاين. فعدي البيشنت اذا عمره جوا ال 55 ومو بلاك استخدم له ايس انهبيتر. قلنا يعني البلاك الريس مهم، البلاك مو كل شيء يتاثر، او الايس انهبيتر ما تكون افكتيف بالبيشنت اللي هو بلاك. فاستخدم الايس انهبيتر اذا جوا 55، بينما اذا كان الشخص عمره اكثر من 55 او بلاك افضل ابديله بالكالسيوم شانل بلوكر او الدايريتك. بديته الي واستمر على العلاج وما نزل للتارجت بلاد بريشر اللي هو اقل من 140/90، راح اضيف مع الايس انهبيتر اضيف مثلا كالسيوم شانل بلوكر او دايريتك، وهكذا بالاستير همينا استمر عليه وما جاب نتيجة أو ما نزلنا للتارجت، نزله بس ما نزلنا للتارجت اللي هو 140/90، راح أضيف درج الثالث سنة ثلاثة، يعني أيس إنهبيتر زائد كالسيوم شانل بلوكر زائد دايرتك. وإحنا جايين نشوف أكو أصلاً كومبينيشن، يعني مثلاً هسا إجا ببالي الأتاكاند، الأتاكاند هو كاندي زارتان اللي هو ARB، اللي هو يعني من أقول ARB يعني تخلونه بخانة يم الخانة مالت الأيس إنهبيتر، اللي هو انجيوتنسين ريسبتر بلوكر، موجود ويا اتاكاند بلس اللي هو ويا دايرتك ثيازايد دايرتك. دائما الثيازايد دايرتك هي اللي تستخدم لعلاج الهايبرتنشن، بينما اللوب دايرتك تستخدم لعلاج الهارت فيلير، يعني ما تستخدم كعلاج روتين لي من علاجات البلاد بريشر. وينضاف بعدها الكالسيوم شانل بلوكر الهم مثل الاملوديبين وغيره. وراها اقدر اعبر على البيتا بلوكر، اضيف لهن مثلا الفا بلوكر، اضيف لهن الداكتون اللي هو سبايرونولاكتون اللي هو بوتاسيوم سبيرنج دايريتيك، او يعني اقدر اضيف بقيه الاشياء ك فيرست لاين. هي قلنا ايس انهبيتر، كالسيوم شانل بلوكر، اند دايريتيك. هسه اجي الاول تايب من الانتي هايبرتنسيف دراج اللي هي البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز شنو الفرق بين البيتا بلوكر بالنسبه للهايبرتنشن، يعني من واحد للثاني؟ كلهن راح يقللن الضغط بنفس الكفاءه. شلون راح يقللن الضغط؟ راح يقللن من خلال تقليل الكاردياك اوتبوت. شلون يقلل الكاردياك اوتبوت؟ تقلل الهارت ريت، موجودة البيتا 1 ريسبتر موجودة بالهارت، فتقلل الموجودة بالبسميكر وموجودة بالمصل الكارديك مصل، فهذا راح يقلل لي. إذا قللت السمباثيتك فلو من خلال أنه انطيت بيتا بلوكر راح يقل عدي الهارت ريت، يقل الهارت كونتراكتيليتي، راح تقل بالتالي الكارديك أوتبوت وبالتالي يقل البلاد بريشر. اثنين، راح يسوي موجوده البيتا 1 ريسبتر بالكدني،
فيقل اذا سويت بيتا، تتحفز اذا اعطيتها محفز راح يزيد لي الرينين سكريشن، اذا اعطيتها بلوكر او انتاغونست راح يقلل لي الرينين سكريشن فروم ذا كيدني. ايضا من انطي بيتا بلوكر راح يزيد لي البيتا 2 ريسبتر الموجوده بري سينابتيكالي، واذا انسدت بري سينابتيكالي راح تقلل لي السمباثيتك اوت فلو، وبالتالي تقلل لي البلاد بريشر. ايضا البيتا بلوكر سبب ريسيتنج اوف بارو ريسبترز، اند بيتا بلوكر سم بيتا بلوكر نوت اول هاف دايركت فازو دايليتر افكتس. مثل من اللي عنده دايركت فازو دايليتر افكت؟ الكاربيدولول اند نادولول. كاربيدولول اند نادولول هاز ا دايركت، هذا الاول هنا والثاني هنا، هاز ا دايركت فازو دايليتر افكت. طبعا تقسم البيتا بلوكر الى سيلكتيف ونون سيلكتيف. السلكت وهاي السلكتيفيتي للبيتا ريسبتر تروح في حالة زيادة الدوز، يعني كل ما زادت الدوز راح تروح السلكتيفيتي، يعني راح يزيد عندنا الدراج فراح يسد البيتا 1 ريسبتر والزايد من عنده يروح على البيتا 2، بينما إذا كانت الدوز adjusted راح تروح فقط على البيتا 1 اللي هي السلكتيف. طبعا في حالة إذا كان الدراج سلكتيف راح يروح فقط للبيتا 1 وما يروح للبيتا 2، ونتجنب بذلك السايد افكت اوف بيتا بلوكرز. مثل شنو عندنا نون سيلكتيف بيتا بلوكر؟ طبعا المفروض ينحفظن النون سيلكتيف هي بيتا 1 اند بيتا 2 بلوكر، نادولول، بروبرانولول اللي هو الانديرال، التايمولول اللي هي عاده قطرات العين، السوتالول، بينما السيلكتيف اللي يسموها كارديو سيلكتيف بيتا 1 ريسبتر بلوكر اللي هي الاتينولول، تينورمين، بيتاكزولول، بيزوبرولول، بيزوبرولول اعتقد اسمه التجاري الكونكور، ازمولول، ميتوبرولول اللي هو البيتالوك، والنبيفلول اللي هو اسمه التجاري نبلت. الميكست عندنا another group of beta blocker اللي هي يسموها mixed alpha and beta blocker اللي هي عندنا اثنين mixed alpha and beta blocker، هاي هم راح تسد البيتا 1 الموجودة بالهارت فتقلل لي الكارديك اوتبوت، بنفس الوقت راح تسد لي الالفا الموجودة، الالفا 1 اللي هي موجودة وين؟ بالبلاد فازلز، فراح تسبب لي فازو دايليشن افكت وتقلل لي الافتر لود. دائما من يصير فازو دايليتر افكت يقلل الافتر لود، لان يقلل لي البريفرال فاسكولار ريزيستنس اللي هن الكاربيدولول اند لابيتالول. الكاربيدولول موجود بجرع مختلفة يعني كتابلت، اللابيتالول موجود كتابلت وموجود ك يعني انجكشن عادة يستخدموه يعني بحالة الهايبرتنشن امرجنسي. الاكو دراجز او مجموعة من البيتا بلوكر اللي يسموها بيتا بلوكر with intrinsic sympathomimetic activity. شنو معنى intrinsic sympathomimetic activity؟ يعني هو يقعد على البيتا ريسبتر بس عنده activity more than 0 and less than 1. دائما هاي يسموها intrinsic sympathomimetic activity، يعني اقعد على الريسبتر لكن عندي activity more than 0 and less than 1، باعتبار انه الزيرو افكت هو للبلوكر او للانتاغونست والوان افكت هو للاغونست، فهو من يقعد على الريسبتر عنده اكتيفيتي اعلى من البلوكر، يعني مو ما ينطي اكتيفيتي نهائيا، ما يقفل الريسبتر نهائيا، لا عنده سم اغونستيك اكتيفيتي اللي هي مور ذان زيرو، عفوا ليس ذان 1، بوت مور ذان زيرو ما يقفل الريسبتر نهائيا، يعني ينطي افكت بس قليل، ينطي افكت للسمباثيتك سيستم بس قليل. اجي على البيتا بلوكر اللي هي عاده تستخدم بالهارت فيلير اللي هي ليش؟ لان شافوا
بالدراسات انه تقلل المورتاليتي. راح تشوفون انه مش عجب يعني هو بيتا بلوكر وينطي بحالة الهايبرتنشن، لان شافوا الدراسات انه البيتا بلوكر تقلل المورتاليتي وتقلل الكارديك ريمودلينج اللي يصير بالهارت، تقلل المورتاليتي بالنسبة للهارت فيلير اللي هي البيزوبرولول والكاربيدولول والميتوبرولول سكسينيت. اكو تو الميتوبرولول يجي بنوع ايتين او ملحين، الاول سكسينيت والثاني تارتاريت. فملح السكسينيت هو اللي يستخدم لعلاج الهارت فيلير. اجي هسه الميكانيزم اوف اكشن للبيتا بلوكر، شلون راح تشتغل البيتا بلوكر لعلاج الهايبرتنشن. بما انه احنا قلنا نعتمد على المعادله دائما اللي هي الكارديك اوتبوت في البريفرال باسكولار ريزيستنس، احنا مساع قلنا الكارديك سوري البيتا بلوكر راح تقلل لي الهارت ريت وراح تقلل لي الستروك فوليوم. الستروك فوليوم هو الفوليوم اللي هو يملي الهارت، فهذا من راح يقل راح يقلل لي الكاردييك اوتبوت. بنفس الوقت راح تقلل البرفرال باسكولار، تاثر على البرفرال باسكولار ريزيستنس شلون؟ بتقليل البلد فوليوم، لان راح يقل الرنين سيستم، من يقل او يقل الرنين سكريشن، من يقل الرنين سكريشن راح يقل الرنين الدوستيرون سيستم. رنين هو اسمه اصلا السيستم رنين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، اذا قل الالدوستيرون سيستم راح يقلل لي الصوديوم اند ووتر ريتينشن ويزيد خروج الصوديوم والووتر من الكدني ويا اليورين، فهذا راح يقلل لي البلد فوليوم، ومن يقل البلد فوليوم يقل عندي البريفرال باسكولار ريزيستنس ويقل عندي الهارت ريت ويقل عندي البلد بريشر. وايضا راح مثل ما قلت من الساعة اللي هي تقلل لي بريسينابتيكلي، فاذا اشتغلت بريسينابتيكلي على البيتا 2 ريسبتر تقلل لي سمباثيتك اوت فلو. بريسينابتيكلي يعني اكو بريسينابس، البريسينابس بيها هي اللي تطلع من عندها اصلا النور ابينفرين حتى يقعد على الريسبترز بالبوست تايم السينابتيك ريسبتر. فاكو على السينابس اصلا قبل ايه اكو ريسبتر اللي هي البيتا 2، من يزيد النور ابينفرين عن حد يقعد على هاي البيتا 2 ريسبتر على مود يمنع او يقل افراز النور ابينفرين من البري سينابس. يعني شلون كانما نيجاتيف فيدباك افكت بالضبط. تسوي ايضا ريسيتنج للبارو ريسبتر، تسوي دايركت بازو دايليتر افكت. هاي طبعا مو كلها، قلنا فقط النابيفيلول والكارفيدولول عندهم دايركت بازو دايليتر افكت. As we mentioned كل البيتا بلوكر ممكن تقلل الهارت سوري البلد بريشر بنفس الفعالية. إذن هل ممكن أن أعتمد على البيتا بلوكر لوحدها كعلاج للبلد بريشر؟ إحنا مثل ما شفنا بطلوا يستخدموها كعلاج as first line بوحدها لل elevated arterial blood pressure. Why? Because of low action. They are beneficial in the patient with يعني يمتى اعتمدها هي كفيرست لاين، اختارها وما اختار الايس انهبيتر وما اختار الكالسيوم شانل بلوكر وما اختار الدايريتك as first line، يمتى اختارها؟ عند البيشنت اللي عنده هايبرتنشن وياها كارديك بروبلمز، مثل ما قلنا من الساعه مثلا البيشنت عنده هايبرتنشن زائد هارت فيلير، اروح على البيتا بلوكر لان تقلل المورتاليتي. بيشنت عنده هايبرتنشن
وعده معها فيوكروموسايتوما او هايبرتنشن ديو تو فيوكروموسايتوما. هنا راح اروح على البيتا بلوكر اللي هي عندها الفا بلوكر افكت ايضا مثل الكارفيدولول. هسه اذا نرجع هنا عند سلايد الكارفيدولول والبيزوبرول واللابيتالول عندها الفا اند بيتا بلوكر افكت، فهذا راح اختاره بحاله الفيوكروموسايتوما لان هنا تيومر والتيومر قاعد يطلع لي ادرينالين، والادرينالين راح ما يفرق، راح يقعد على الالفا ريسبتر، راح يقعد على البيتا ريسبتر، وراح يسبب لي سايد افكت كلش هواي، فانا راح انطي الفا اند بيتا بلوكر حتى اخلص من هالشيء. الهايبرتنشن باليونج ايجز همي انا افضل انه استخدم البيتا بلوكر. هايبرتنشن وذ اريثميا هاي تابع الكاردييك بروبلم. ليش الهايبرتنشن باليونج ايجز افضل انه استخدم للبيتا بلوكر؟ هنا أنا هم نقطة نقاش اضيفوها للنقطة السابقة اللي قلتها انه نتناقش فيها، تبحثون عنها وتدورون. اجي على السكند جروب اللي هي الدايرتكس. الدايرتكس عندنا انواع، فيزايد دايرتك، عندنا لوب دايرتك، عندنا فيزايد دايرتك اللي هي راح تشتغل على الدستال تيوبيول، عندنا اللوب دايرتك اللي هي راح تشتغل على اللوب عادة على الاسندنج لين اوف هنلي، عندنا الكربونيك انهايدريز انهيبيتر اللي هي راح تشتغل على البروكسيمال تيوبيول كونفوليوتد تيوبيول، عندنا الالدوستيرون انتاغونست اللي هي هي والبوتاسيوم سبيرنج دايرتك راح تشتغل هنا بالكولكتنج داكت بالانبوب الجامع، وهي هاي انواع الدايرتك. اكثر شيء الدايرتك اللي هي ريكومندد فور بيشنت وذ هايبرتنشن هي فيزايد دايرتك. اللوب دايرتك عاده يستخدموها بالبيشنت وذ هارت فيلير، لان عاده بسبب الهارت فيلير تتجمع عنده بريفرال اديما او تصير عنده ريسبيراتوري اديما، فنتخلص من هذه السوائل الزايده اللي قاعد تتجمع نحتاج مور بوتنت دايرتك اللي هو اللوب دايرتك. ثيازايد دايرتك هي مو بوتنت. وعندنا بوتاسيوم سبيرنج دايرتك، ثيازايد دايرتك مثل الهيدروكلورثيازايد، كلورثيازايد، كلورثاليدون، هاي ثيازايد دايرتك. لوب دايرتك مثل الفيوروسامايد اللي هو بيوت اللي هو اللازكس، بيوميتينايد، هذني لوب دايرتك. بوتاسيوم سبيرنج دايرتك لايك سبيرونولاكتون، عندنا الالدوستيرون انتاغونست، عندنا ايضا الالدوستيرون انتاغونست مثل الابرينون ابليرينون، عندنا الكاربونيك انهيدريز انهيبيتر اللي هو اسمه التجاري سيداميكس استازولاميد، هذا اكثر شيء يستخدم لارتفاع ضغط العين، يجي بهيئه حبوب تابلتس ويستخدم لارتفاع ضغط العين اكثر مما يستخدم كانتي هايبرتنسيف. عندنا الاوزموتيك دايرتك مثل المانيتول، هذا طاله مثل بطاله المغذي اكيد شايفيها بالمستشفيات، هاي همينة تستخدم في أوزموتيك دايرتكس، عادة تستخدم للشخص اللي عنده ستروك مثلا، ما يعني تستخدم كأنتي هايبرتنسيف. هذه أماكن، هاي الصورة احنا شوفتكم إياها، هي أماكن عمل الدايرتك اللي هي هنا عندنا بالبروكسيمال تيوبيول، هو البروكسيمال تيوبيول كاربونيك انهيدريز انهيبيتر هي اللي راح تشتغل هنا اللي هو استازولاميد، عندنا اللوب دايرتك هنا راح تشتغل باللوب، عندنا الثيازايد دايرتك تشتغل بال
ديستال كونفوليوتد تيوبيول والكولكتنج داكت يشتغل عليه الالدوستيرون انتاغونست او اللي هي البوتاسيوم سبرينج دايريتك, ويشتغل عليه الانتي دايريتك هرمون انتاغونست, يعني الانتاغونست للانتي دايريتك هرمون هم هنا راح تشتغل. طبعا هي مو انتي هايبرتنسيف, يعني ما تصنف من ضمن الانتي هايبرتنسيف. شلون راح تشتغل الدايريتك از انتي هايبرتنسيف؟ اول شيء راح تقلل لي البلد فوليوم. من يقل البلد فوليوم راح يقل فينوس ريتيرن تو ذا هارت. مثل ما قلنا الهارت عباره عن ماتور, اكو هذا الماتور جايته صوندة وطالعه من عنده صوندة, فاذا قللت البلد فوليوم بالصوندة اللي داخله للهارت راح يقل البريلود على الهارت, وإذا قللت الريزيستنس مالت الصوندة الطالعة من الهارت راح يقل الافتر لود على الهارت. فأنا من أقل البلد فوليوم راح هم أقل الفينوس ريتيرن تو ذا هارت اللي راجع للهارت, وهم راح أقل الريزيستنس, لأن كل ما كان بلد فوليوم أعلى زادت الريزيستنس إليه, فأقل من خلالها البريلود وأقل الافتر لود. طبعا هاي سؤال مهم, انه لازم اعرف كل درج راح يشتغل لي على شنو, يشتغل لي على البريلود لو راح يشتغل لي على الافتر لود لو راح يشتغل لي على البوث, فهذا الشيء كلش مهم انه اعرفه. كل مجاميع الدرجز راح تكونون مطالبين بهذا الشيء. lowering serum level of sodium اكيد راح تطلع لنا صوديوم, ومن يطلع الصوديوم راح يقل البريفرال فاسكولار ريزيستنس السنسيتايزيشن of the endothelium to circulating catecholamine راح يقل, وبالتالي راح تقل ال peripheral vascular resistance ويقل ال afterload. ال اكو يصير عندهم بالدايريتك vasodilator effect بالاستخدام الكرونيك, راح يظهر ال vasodilator effect للدايريتك, وهذا بسبب زيادة بالبروستاجلاندين E level. البروستاجلاندين هي مادة أو شبيهة للهرمون يزيد العفو يسوي ريلاكسيشن للبلد فيزل. وطبعا هو أنواع, نوع الإي من عنده هو اللي يسوي ريلاكسيشن للبلد فيزل. هل هي الدايريتك كان بي يوزد از مونوثيرابي ان ذا تريتمنت اوف heart in the treatment of hypertension؟ مثل ما قلنا بالبيتا بلوكر ما يفضل استخدامها كمونوثيرابي لعلاج الهايبرتنشن, لان هي مو كلش افكتيف از مونوثيرابي. افكتيف بيا حالات, افكتيف بحالات معينه. الهايبرتنشن اللي وياه ووتر ريتينشن, سولت اند ووتر ريتينشن, يمتى يصير هايبرتنشن وياه سولت اند ووتر ريتينشن؟ بالرينال فيلير او بالكارد كونجستيف هارت فيلير, بالهيباتيك بروبلم راح تتجمع السوائل داخل الجسم وياها اكو هايبرتنشن, فنحتاج للدايريتك از تريتمنت فور بوث. عندنا الثيازيد دايريتك تستخدم از فيرست دراج, كانت قبل بس حاليا ما يستخدم as first line. قلنا احنا first line هي calcium channel blocker or ACE inhibitor, وبعدين اضيف فوقها الدايريتك تقلل لنا قلنا البريلود والافترلود, وعندها vasodilator effect بسبب زيادة البروستاجلاندين E level. هسه خلصت انا الدايريتك. طبعا انتم مطالبين بالسايد افكت اوف دايريتك, اكو هواي سايد افكت مطالبين, حتى مثلا البيتا بلوكر السايد افكتس مالتها هم مطالبين بيها. انا اقدر ارجع لكم عليه السايد افكت للبيتا بلوكر بما انه فاتني انه اذكرها. اذا نرجع على البيتا بلوكر, البيتا ريسبتر لازم اعرف انا وين موجود البيتا ريسبتر حتى اعرف السايد افكت اوف بيتا بلوكر. البيتا بلوكر موجوده بالهارت بيتا 1, وموجوده بالفازل بلاد فازل بيتا 2 ريسبتر. فانا اذا انطيت نون سيلكتيف بيتا بلوكر
ايش راح يسوي؟ راح يسد لي البيتا 1 الموجوده بالهارت ويسد لي البيتا 2 الموجوده بالبلد فيزل. البيتا 2 بالبلد فيزل مسؤوله انه تسوي فازو دايليشن، والبيتا 1 الموجوده بالهارت مسؤوله انه يزيد الهارت ريت، يزيد الكونتراكتيليتي، بعد سمباثيتك اوت فلو يزيد لي كل السمباثيتك افكتس ويزيد الكارديك اوتبوت. فانا اذا انطيت بيتا بلوكر ايش راح يصير؟ نون سيلكتيف، راح يصير ديكريز بالكارديك اوتبوت بسبب الافكت على البيتا 1 ريسبتر الموجوده بالهارت، بس بنفس الوقت راح اسد البيتا 2 ريسبتر الموجوده بالبلد فيزل، وهذا راح يؤدي لي انه تبقى بس الالفا 1 الموجوده بالبلد فيزل شغاله، وهاي تسبب لي فيزو كونستريكشن. فهذا البيتا بلوكر هنا بهالحاله ايش راح يسوي؟ نون سيلكتيف، راح يسوي قله بالبلد بالكارديك اوتبوت، لكن زياده فيزو كونستريكشن بزياده بالبرفرال فاسكولار ريزيستنس، وهذا ايش راح ياثر لي؟ هذا سايد افكت يعتبر. فانا لذلك استخدم السيلكتيف اكثر مما النون سيلكتيف، ولازم تكون بادجستد دوز حتى لا تعبر من سيلكتيف الى نون سيلكتيف. ثاني شيء البيتا بلوك، البيتا بلوكر ما مفضله بالبيشنت اللي عنده اسما. ليش ما مفضله بالبيشنت اللي عنده اسما؟ لان هي بيتا بلوكر، البيتا ريسبتر موجوده البيتا 2 ريسبتر 2 وليس 1. حفظوها انه الهارت از 1 واللنز ار 2. So بيتا 2 موجودة بالبرونكاي وسبب لي برونكو دايليشن، فأنا من أنطي بيتا بلوكر راح يسبب لي برونكو كونستريكشن وتتفاقم عندي أعراض، ممكن يصير أزماتك أتاك. فهذه هم يعني بنفس الوقت أنا قاعدة أشرح لكم سايد إفكت وأشرح لكم كونترا إنديكيشنز المهمات. يعني البيتا بلوكر أيضا ما مفضله كلش للشخص اللي عنده دي ام. ليش؟ لان هي تسوي ماسكينج لاعراض الهايبوغلايسيميا. الاعراض الهايبوغلايسيميا هي تكون سويتنج، تكون تاكيكارديا، بالبيتيشن. البيتا بلوكر تمنع البالبيتيشن وتمنع التاكيكارديا وتمنع السويتنج، وبهذا راح يصير ماسكينج للاعراض مالت الهايبوغلايسيميا. وكمان يعني كنا نعرف انه الهايبوغلايسيميا بالبيشنت اوف دي ام اخطر من الهايبرغلايسيميا، ممكن تسبب لنا كوما. يعني لذلك هي ما مفضله للبيشنت اللي عنده دي ام. بعد ممكن البيتا بلوكر تعبر لل اكو بيتا بلوكر ووتر سولوبل واكو بيتا بلوكر ليبيد سولوبل. فالليبيد سولوبل بيتا بلوكر ممكن تعبر للبلاد برين بارير، واذا عبرت للبلاد برين بارير شو تسبب؟ تسبب ممكن نايت ميرز، تسبب ديستربنسز بالسليب، سليب ديستربنسز، ممكن ايضا تسبب ان سكشوال ديسفانكشن وغيرها من السايد افكت للبيتا بلوكر. هسا ارجع بما انه احنا نسينا من الساعه نذكر انه البيتا بلوكر والسايد افكتس مالتها، ارجع للدايريتك بما انه اخذنا الميكانيزم واخذنا وين نستفاد من عندها. الدايريتك اكثر شيء ما تستخدم كمونوثيرابي عرفنا، لكن تستخدم كعلاج بالاشخاص اللي عندهم أديمة. يعني اي شيء يخلي سولت اند ووتر ريتينشن بالجسم ممكن استخدم للدايريتك. اجي للسايد افكت اوف دايريتك. السايد افكت اوف دايريتك واسعه، لان هي الدايريتك عباره عن جروبس، فكل جروب لها سايد افكت. افضل انه تقروها بالبنكود، شارحها وراسمها بطريقه كلش حلوه اذا تردون تتعمقون العفو بالسايد افكت مالت الدايريتك، وهي طبعا مطلوبه من عندكم. يعني لازم تعرفون انه مثلا الثيازايد دايريتك تسبب لي مثلا تسبب لي هايبو ناترينيا، هايبو كالينيا، تسبب لي هايبر كالسيميا. لذلك هي مفضله بالشخص اللي عنده هايبرتنشن وعنده ستونز سببها كالسيوم.
ليش؟ لأن تقلل لي الاكسكريشن اوف كالسيوم باليورين، تزيد لي الكالسيوم بالبلد تسبب هايبركالسيميا. ايضا الثيازايد دايرتك تسبب هايبرغلايسيميا، هاي مثل الثيازايد دايرتك. اجي على اللوب دايرتك تسبب هايبو ناتريميا، هايبوكاليميا، تسبب لي ايضا اللوب دايرتك، كل الدايرتك تسبب هايبريوريسيميا، لان هي تمنع الاكسكريشن اوف يوريك اسيد، تتزاحم وتمنع الاكسكريشن اوف يوريك اسيد باليورين، وبهذا يسبب لي هايبريوريسيميا. اجي على البوتاسيوم سبيرنج دايرتك تسبب لي هايبر كاليميا، لان من اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايرتك، تسبب لي مثلا عندها انتي خاصه السبايرونولاكتون يسوي جاينكوماستيا، روحوا بحثوا لنا عن السبب وقولوا لنا عنه. هاي الاهم السايد افكت مال دايرتك. اجي وين هسه على الايس انهبيتر، جروب كلش مهم وهو من الفيرست لاين انتي هايبرتنسيف دراج. من دائما ينتهي الايس انهبيتر بالبريل، مقطع بريل، ليزينوبريل، كابتوبريل، انالابريل اند اذرز. نجي على الميكانيزم اوف اكشن اوف ايس انهبيتر. احنا قلنا الايس انهبيتر دائما هي فيرست لاين ما عدا الشخص اللي هو بلاك ريس، نتجنبها لان هي مو كلش فعاله، وممكن يستخدموها، ممكن يشوفون بلاك ريس نعطينا ايس انهبيتر حسب الفعاليه، يختبرون فعاليتها. الايس انهبيتر راح تمنع